خويا المقابلة ديال مقابلة ضد فريق أولمبيك تشيلا، كان كنا عارفين أنها تكون مقابلة قوية بحكم الخصم كيتوفر على عناصر جيدة. صراحة الحمد لله جرينا المقابلة ديالها، جرينا المقابلة ديالنا، تمكنا من العودة بنقطة، صراحة نقطة إيجابية. إن شاء الله المقابلة الجاية ضد الشباب أطلس قنيطرة غنتمكنوا ان شاء الله من حصد 3 نقاط ان شاء الله باش نفرحوا الجماهير ديالنا ان شاء الله. بالنسبة للمباراة أمام الخصم القوي أولمبيك تشيلا، معروف أن الفريق داخل الميدان ديالو تيكون قوي، تمكنا من الدفع بهذه النقطة من خارج الميدان واللي هي نقطة ثمينة، وكنتمناو نفرحوا الجمهور ديالنا في المباراة القادمة أمام فريق شباب أطلس خنيف. شكرا.